دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية والإسرائيلية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بك. دكتور ياسر، يعني احنا كنا بنتصور في السابق ان المظاهرات دي معناها ان الشعب الإسرائيلي رافض لما يفعله نتنياهو وحكومة الحرب، لكن اتضح في آخر استفتاء انه 61% موافقين على اللي بتعمله الحكومة، واللي بيعملوا المظاهرات هم أهالي المحتجزين فقط ومن يعني يناصرهم. أعرف رأي حضرتك. هو الحقيقة يعني فيه العديد من المسائل، يعني هو بالفعل النسبة يعني ديت هي اللي ظهرت، لكن أنا شايف إن نسبة الجماعة الحريديم أو بيسموهم الحريديم اللي هم الأصوليين اليهود، وفي نفس الوقت الحكومة الإسرائيلية، يعني الإيه يا فندم حضرتك قلت الإيه اليهود؟ الحريديم دوت. ايوه معناها ايه؟ يعني الاصوليين الاصوليين يعني زي المتطرفين. تمام. دول حتى كمان يعني ايه ما لهمش تجنيد، لكن طبعا كان في قضايا وكان في حاجات كتير جدا عشان يتم تجنيدهم. أيوة. الفتره ديت انا عارفهم، دول معظمهم بيعتبروا نفسهم من خدام الديانه اليهوديه يعني. وبالفعل طبعا بيأيدوا المجموعه اللي موجوده مع نتنياهو باعتبارهم من اليمين المتطرف. اي فيعني هيبقى في مشاكل الفتره الجايه في الجزئيه ديت بالذات كمان، لان طبعا المظاهرات اللي بتتم والناس اللي هي بتطالب بعوده بتبادل المحتجزين وعاده الرهائن، وفي نفس الوقت يعني بيطالبوا باسقاط حكومه نتنياهو وعمل اجراءات انتخابات مبكره، الناس دي كلها الحقيقه يعني ثبت لما لا يدع مجال للشك ان الحكومه في اتجاه وان المجتمع الاسرائيلي في اتجاه تاني. طب هل حضرتك شايف انه ممكن يتم الضغط بالفعل على نتنياهو اللي تقريبا بيطلع لسانه للعالم كله، يعني بعد قرار وقف اطلاق النار خلال رمضان اللي هو ما نفذش منه حاجه ورمضان بيخلص؟ والله بص حضرتك هتتعجب من اللي انا يعني هوضحه لحضرتك دلوقتي. اتفضل. يعني الحاجة الوحيدة يعني حاليا القادرة على انها تأثر على الحكومة الإسرائيلية هو مزيد من المظاهرات ووقوف الإسرائيليين في وجه الحكومة الإسرائيلية، لان دوت بيعطل في يعني هي امريكا بتساند بكل الامكان سواء بالسلاح او بالمال، لكن طبعا في هنا يعني اسرائيل كالمجموعه اللي في او كل سكان اسرائيل معظمهم في الاساس بيتم تجنيدهم لما بيحصل اي مشكله او بيحصل اي حرب، بيتم تجنيدهم كجنود في الجيش الاسرائيلي. يعني حضرتك تقصد ان المظاهرات دي استمرارها بيعطل دولاب العمل في اسرائيل نفسها يعني بشكل قاطع؟ اسرائيل صغيره وفي نفس الوقت. طيب هل عندك تعليق على دعوه مجلس الجامعه العربيه النهارده لوضع قرار ووقف اطلاق النار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده؟ عايز اوضح لحضرتك برضو حاجه، انا سمعت يعني انا برضو تابعت الجزئيه دي وحضرتك برضو بتتكلم فيها. اتفضل. الموضوع دوت مهم جدا، لان احنا يعني سواء عدد كبير من الدول العربيه وعلى راسهم مصر تحركوا بشكل دبلوماسي، كل المجالات الدبلوماسيه اتخذوها، حتى السعي في مجال مجلس الامن وكل التحركات تمت، لكن طبعا إسرائيل في اتجاه تاني خالص. ما والمحكمة الدولية وغيرها، طالما ان الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم الجانب، مش هقول كمان ان الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، وانما حتى الرئيس الأمريكي نفسه هو رافض السياسة بطبيعة نتنياهو، لان ممكن تؤدي الى اسقاطه هو نفسه. يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يحصل موضوع الفصل السابع ده؟ يعني مع إسرائيل ما اعتقدش. ما مش هيحصل. طيب يعني اخيرا يعني هي كلها وسائل دبلوماسيه بتؤكد على احقيه الشعب الفلسطيني وبتاكد على ان اسرائيل في جانب والعالم كله في جانب تاني، وطبعا دي برضو ليها اهميتها، سواء قرار الجامعه العربيه، سواء محكمه العدل الدوليه، سواء قرار اللي طلع باجماع الاتحاد الاوروبي الاسبوع اللي فات، في حاجات كتير من اساسياتها توصيل المساعدات. طب اخيرا عايز اسال حضرتك بقى، نتنياهو بعد ما طلع من المستشفى بالسلامه بعد الفتاء اللي جاله امبارح تقريبا، كان ليه تصريحات انه اسرائيل ما عندهاش مانع من صفقة تبادل رهائن مصر هي الوسيطة فيها، ايه تفصيل الموضوع ده؟ هو نفسه مش هيتكلم الكلام دوت ولا هيعبر عنه الا لما تأكد من الخسارة الكبيرة في عدد الجنود وفي الاسلحة
والتدمير اللي تم والكراهية لدول أيوة يعني العالم كله في فعلا لإسرائيل. صفقة متوقعة خلال الأيام القليلة القادمة؟ اه طبعا، هي غصب عنها هتضطر كده، لان هو عايز يعمل بطوله زائفه ما عرفش ان هو يعملها اساسا، يعني حتى أيوة ما قدرش ان هو يمسك اي حد من الناس اللي هو طبعا حاططهم طبعا. مستهدفهم. وعشان كده شكله وحش قدام عائلات الرهائن كلهم. بشكر سعادتك هو يا فندم. تدمر، هو بقى مدمر يعني، تم تدميره سياسيا، هو لم يصل لن يكون له قائمه خلال الفتره القادمه. بشكرك يا فندم جدا، دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية الإسرائيلية.